بعد رحلة عمل استمرت لعقود، يعجز المتقاعدون في تونس وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة عن مجابهة كلفة العلاج رغم الاقتطاع من جراياتهم لأجل ذلك. تجبرت باش فليسيت هكا اللي خليتهم نجب منهم ثم انخرطت في كنعان، دخلت على البوستات طلع لي فاتورة 6000 دينار، جاو نستنى ما رجعوا لي حتى عمري 86 سنة. خوف الجراية الحمد لله، تاع راجلي شوف ما الدواء نشي فيه وحدي ما تعرفش بيه الدولة جملة واحدة، واحد تبدا امكانياته ما تسمحش علاش يا رسول الله منين مشي يجيبه. متقاعد كنت فيه معهد قومي للاثار معهد الحركة الوطنية، جمعة 10 ايام وتكمل، عندي مصاريف نتاع الدويات وعندي كراع عندي ضوء عندي ماء في كرسي، قصوا لي المجتمع تاع ساقي، عندي سكر عندي فرم لي 25 نهار بعد نهار وزيدونا في الشهرية. دواء نتاع تدوير الدم ما تعرفش بيه الكنا ويقصوا لي في 84 دينار، عندي 20 سنة تقاعد خرجت لبس عليا شهرية باهية، دوايات قاعدة تغلى شهرية راهي على قدها، كل شيء يغلى دوايات يقعدوا بالشهرين ما يرجعوا، فما اللي يسترجعون فما لا، حسب السنين اللي خدمناهم وكلتناهم ما نخلصوش مليح. شاركنا باش نلقاو التقاعد بتاعنا، جينا نلقاو ال 20 دينار تتنحى و 30 دينار تتنحى من رئيس الجمهورية، راجل قانون يقفلنا. وضعية يؤكدها الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين باتحاد الشغل عبد القادر الناصري. نخلصوا الضريبة على الدخل، من المفروض التغطية الصحية تكون موجودة، كي نمشيو للسبيطار نلقاو الفرش نلقاو الطبيب نلقاو الدواء، هذا كله مش موجود، والمتقاعدين بجرايتهم حتى ولو الجراية المحترمة شوية يعني ما يلقاوش باش يداويو. ملاحظة تعرفها الناس الكل، اللي يطيح له زرفة ما يجمش يبدلها، اللي تمرض ما يجمش يقلعها. الرفع في الأجر الأدنى المضمون وصرف مستحقات المتقاعدين لدى الصناديق الاجتماعية أبرز المطالب. 800 ألف متقاعد في القطاع الخاص أو شبه الخاص، هذوما ما وقعتش زيادتهم وهذه اللي وقفنا على خطرها، ولا رئيس الدولة أعطى أمر الوزير الشؤون الاجتماعية باش يرفع في الأجر لضمان تعديل جرايتهم، وحنا نستناو لليوم ثم خصم زايد بالنسبة للصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية، الجراية نتاع 2100 يعني توصل 15%، يعني ثم 600 يقطع الخصم فيهم، لو أنه يتنحى القانون 43/2007 ال 600 تولي 300 برك، والمستحقات اللي لدى الصندوق ابتلوه يلزم نخلصوا منه. أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها تتجدد بين الحين والآخر، ومعها تتفاقم معاناة المتقاعدين.